يا ريت. ومعانا زميلتنا العزيزه نورهان طمان اللي هتعرفنا اخر المستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على ضيفكم الكريم، وطبعا بنرحب بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره زي ما عودناكم نطلعكم على اخبار النادي والانشطه المختلفه. وزي ما قلت يا كريم، طبعا الفريق الاول بيتدرب حاليا احنا بجانب ملعب مختار التتش هنا، التمرين بدا من الساعه 10 صباحا. وكمان خلينا نقول لكم انه ابرز ملامح التدريب النهارده هي التدريبات التاهيليه لرامي ربيعه واليوديانج طبعا اللي بيعانوا من الاصابه. اما بقى طبعا نروح من كره القدم للكاراتيه، وعايزين نهنئ نجومنا ونجوم النادي الاهلي على الميداليات اللي حققوها طبعا، وهم فخر النادي الاهلي طول الوقت، والكاراتيه دايما فخر النادي الاهلي. فاطمه عبد الناصر حققت الميداليه الذهبيه في مسابقه الكوميتيه للسيدات تحت 59 كيلو جرام، وكمان مريم العزبي في مسابقه الكاتا للناشئين فازت بالميداليه الفضيه في بطوله العالم، وياسين احمد عادل فاز بميداليه برونزيه في مسابقه الكوميتيه للناشئين، ومحمد صلاح عبد الحميد فاز بالميداليه البرونزيه في بطوله العالم بتركيا. بنهنيهم وطبعا شرفونا وطبعا شرفوا النادي الاهلي في كل مكان. ومن الكاراتيه للفولي بول، خلينا نقول لكم طبعا انه المباريات متوقفه وهتستأنف في 5 نوفمبر المقبل. التدريبات الصباحيه والمسائيه يعني شغاله او طبعا قائمه على قدم وساق طول الوقت، التدريبات قائمه. كمان خلينا نقول لكم انه محترفات الكره الطائره بيتدربوا بشكل جيد مع الفريق، والنهارده الساعه 8 الرجال النادي الاهلي هيواجهوا فريق الجيش في مباراه وديه هنا في اهلي الجزيره. ومن الفولي بول الهاند بول، خلينا نفكركم انه منافسات طبعا السيدات المحليه متوقفه بعد انضمام 10 لاعبات لمنتخب مصر اللي بيشارك في بطوله افريقيا للسيدات. وكمان على مستوى الرجال، طبعا تواصلنا مع الجهاز الفني لكره اليد الجديد، ويعني يمكن قال لنا انه في ضغط كبير جدا على رجال الهاند بول في الفتره الحاليه، وان المدير الفني على الرغم من انه هو يعني بيعاني من ضغط كبير في المباريات، الا انه قال انه هو مستفيد من هذا الضغط بانه هو يستكشف الفريق اكتر، وان هو عينه على فاينل الدوري. كمان خلينا نقول لكم انه الساعه 2 النهارده في انعقاد للمكتب التنفيذي لاداره النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي للوقوف على اخر مستجدات النشاط الرياضي ومتطلباته. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر الاهلي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى للاستوديو. نورهان قبل ما تشكرينا حابه برضو ان احنا نستغل وجودك معانا ونطلع الساده برضو المتابعين دلوقتي على الاجواء داخل النادي عندك، وفي نفس الوقت برضو لو في كواليس اثناء التدريب عندك اي معلومه تحبي تطلعينا عليها اتفضلي. طيب احنا طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم طبعا بوابات النادي كانت مفتوحه لاعضاء الجمعيه العموميه والعاملين طبعا في النادي، يعني استقبلوا الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن التوافد مش كبير زي ايام الاجازه، النهارده طبعا الاثنين في مدارس، والساعات الاولى ما شهدتش تواجد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه هي في نادي الاهلي الجزيره. والتدريب زي ما قلت لك يا نهواند يعني كان بدايه من الساعه 10 طبعا، اللاعبين تواجدوا في التاتش كلهم، وطبعا يعني جريوا حوالين او يعني لفوا التراك زي ما احنا عارفين بدايه طبعا التدريبات. وايضا يعني مستر كولر كان يعني واقف بيتحدث مع الجهاز الفني عن اخر مستجدات الفريق، وطبعا ان شاء الله زي ما قلنا لكم الفريق بيستعد لمباريات الدوري في الفتره المقبله. كمان خليني اقول لك بما انك سالتي على الفريق الاول، طبعا في مباحثات حول بديل طاهر محمد طاهر في المباراه القادمه امام الداخليه. زي ما احنا عارفين هو يعني تعرض للايقاف في مباراه الاسماعيلي الاخيره، ولسه لم يعني ما فيش قرار اكيد عن بديل طاهر محمد طاهر في المباراه القادمه. رائع جدا. طب بالنسبه للتمرين، هل هيستمر لنهايه اليوم كتمرين اليوم الواحد زي ما احنا عارفين يا نورهان، ولا هيبقى منتهي مثلا في الساعات او يعني الدقائق القادمه؟ لا، هو غالبا هينتهي في الدقائق القادمه يا نهاوند، مش هيكون على مدار اليوم. تمام، شكرا جدا نورهان زميلتنا العزيزه. واضح من الفيو كده ان الجو فعلا ابتدى يتحسن بشكل كبير جدا.